موضوعنا النهاردة عن ازاي اغير العمر في التيك توك، تابع معي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هقولك ازاي تغير العمر في التيك توك، بس يا ريت قبل ما ابدا شرح النهارده تعملي لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناه، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. ما تنساش كمان تصلي على النبي في الكومنتات عليها افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا على التيك توك. هروح مع بعض كده على التيك توك. تفتح طبعا من اصعب الحاجات اللي ممكن انت تعملها ان انت يعني العمر بتاعك تخليه قبل 18 سنه، لان التيك توك ما بيقبلش قبل ال 18. قلنا فيديوهات كتير كتير جدا قبل ما نعمل حساب على التيك توك لازم نعمل العمر فوق ال 18، لان بتقابلك مشاكل كتير في المستقبل، مشاكل كتير جدا في التطبيق بسبب العمر. فتعالوا كده نروح مع بعض على الملف الشخصي وهنشوف ادارة التيك توك نفسها بتقول ايه او كاتبه ايه. هنضغط كده على الثلاث شرط الاعلى، ومن هنا بروح على الاعدادات والخصوصية، بضغط عليها، ببدأ انزل كده وبروح على حاجة اسمها الابلاغ عن مشكلة وبختارها. هنشوف الدعم نفسه هيقول لنا ايه. طبعا لو جينا نشوف هل تواجه مشكلة وجينا نشوف الحاجات اللي عندك دي مش هنلاقي حاجة فيها اسمها العمر، فهنروح كده على البحث فوق نكتب العمر. هتكتب كده في السيرش فوق العمر، تمام، وبنعمل بحث. هنا طبعا خيارات الطعن، وفي حاجة اسمها العمر باللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده، هيظهر لك بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا بيقول لك إيه لازم تكون صورة سيلفي يبقى فيها الهوية بتاعتك عشان نقدم الطعن. هنا صورة من بطاقة هويتك الصادرة عن الحكومة، اللي هي البطاقة الهوية بتاعتنا اللي بتكون موجودة معانا. طيب في حالة ان انا مش معايا، طبعا هو بيطلب منك هنا ان انت لو مش معاك او اقل من ال 17 او ما بين ال 13 وال 17 بتقدم طعن من والدك او والدتك، طبعا كاتب لك تحت اهو والدك او والدتك، المهم ولي امرك. طبعا شخص بالغ موثوق يزيد من عمره من 25 عام، مثل جدتك او معلمك او عمتك او عمك، يعني ما فيش مشكلة اي حد من عيلتك، المهم يكون العمر بتاعه فوق ال 18 سنة. بتعمل الهوية بتاعتك، بتصور سيلفي للهوية الشخصية بتاعتك، بتصورها صورة واضحة جدا وبنرسلها للدعم. طبعا انا مفيش عندي الكلام ده، فانت هل تم حل مشكلتك؟ بنقول لهم لا. وهنا هل تحتاج الى المزيد من المساعدة؟ بضغط عليها. من هنا هسيب لك رسالة انت بترسلها لهم، اللي هي الرسالة اللي هتظهر قدامك على الشاشة دي، هسيبها لك في تعليق مثبت. انت بتعمل الرسالة دي نسخ وبتضيفها للمشكلة في الرسالة. طبعا مينفعش ارسلها لان انا مش عندي المشكلة دي، فانت هترسلها هيشوف هم هيقولوا لك ايه في الرسالة، لان هم دلوقتي عملوا مكتب المساعدة بتاع التيك توك ان يرد عليك على طول. الاول كنا بننتظر 12 ساعة ويمكن اكتر كمان، لا دلوقتي هم عملوا لك مكتب مساعدة زي ما انتم شايفين، بنرسل الرسالة اللي انا هسيبها لك زي ما قلت لك في تعليق مثبت، بترسلها وتشوف هم هيردوا هيقولوا لك ايه، هيحلوا لك المشكلة، هيقول لك تعمل شوية خطوات علشان تتحل معاك المشكلة وتغير معاك العمر وبس كده. طبعا مفيش حد يقدر يغير لك العمر غير التيك توك. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، وعندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.